سمير عامل ايه؟ يا واد سامحني بس على التاخير ما كنتش عارف امكن. لا زي الفل. طب سمير مش ناوي تجيب اللابتوب قدامي؟ انا مش معايا حاجه ويعني بحتاج ابص على الانترنت كده اشوف حد عامل لي نوتيفيكيشن. لا استنى، مفيش ايباد اي حاجه تحط قدامي يعني ولا انا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في النشره الاخباريه للجامعه الامريكيه بالقاهره العظيمه. ونحب في اول حلقه نشكر كل الناس اللي اتفرجت على الحلقه اللي فاتت وشاركتنا بارائها ومشاكلها. ما شاء الله تبارك الله، الفيديو اول ما نزل اشي لايكات وشيرات وحركات، حاجه كانت والله رهيبه جدا 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 يعني. حتى واحد بيتصل بيا، الو السلام عليكم. ايوه ازي حضرتك؟ فاهم حضرتك عايز تقدم؟ يلا نبدا. اهم العناوين: انقطاع الكهرباء عن الجامعه الامريكيه، سكن الجامعه رعب، احتياطات الامن، سجن ام سلامه، اتحاد الطلاب يستقبل الطلاب. نبدا النشر. ظاهره لم يسبق لها مثيل في الجامعه، الكهرباء بتتقطع. يعني حضرتك كده هتبقى قاعد في امان الله، عندك سبميشن ديدلاين الساعه 9 وبتكتب في البيبر بتاعتك وخلصت ال 6000 كلمه بالعافيه، وبعدين هوبا كله راح. مما ادى الى حاله هلع غير مسبوقه. يعني انا هسالك سؤال يا ابو سمير، دلوقتي احنا ناس في جامعه امريكيه موقره عظيمه، كل الكلام اللي انت بتقعد تقوله ده هوت، والكهرباء تقطع في الاخر. المشكله يا غندور مش مشكله جامعه، المشكله مشكله مصر. مصر. وهنا اداره البرنامج تطالب الجامعه ابو سمير، ابو سمير انت رحت فين؟ غندور انا جنبك، ما اتحركتش. شفتك دلوقتي اللابتوب منور في وشك، فانت عامل يعني الله اكبر. فاصل ونعود او لحد ما الكهرباء تيجي تاني. سكن الجامعه يعني بالصلاه على النبي كده، الناس اللي ما انتهى، الناس اللي بتصحى متاخر وتروح كلاسز بدري. خلونا نشرح الساكن في 6 اكتوبر يعمل ايه. يصحى الساعه 5 5 ونص بالكثير، يستحمى ويظبط نفسه وينزل يركب الباص، يا دوب يلحق كلاس بتاع 8 ونص. انما بقى اللي ساكن في الدورمز برنس يصحى 8 8 و10 8 وثلث وبرضه يلحق كلاس. لا ابو سمير، ساكن الجامعه ده يعمل له كام؟ بص يا غندور، هو السنه دي المصاريف الدورمز حوالي 13910، السنه اللي فاتت كانت 13250. يعني عملهم تقريبا 5% زياده بالظبط كده. طب يعني انت شايف انه الواحد مثلا يجيب له ايفون 6 مثلا ولا يقعد في الدورمز؟ ما اعرف، مش فارق معايا صراحه. مش عارف، اصل السام كان بيكلمني من شويه كابتن غندور ركز. بس السرير دي تطور مليم مقارنه بالسيرفيس اللي بياخدوها، يعني انت مثلا عندك انترنت سريع. مش احنا سائلين كهرباء تقطع؟ ماشي خلاص، فاكس حوار انترنت سريع. عندك الويلكم ايفنت الليلتين فات كان في حفله، كانوا جايبين دي جي وحركات ورقص ومش عارف ايه، وكان في اكل، انا اكلت سندوتشين برجر وكان في عصير توت. شفت عصير توت؟ فكره كان في ميجا اسكريم كانت تحفه. غندور ماشي اوكي، وعندك برضه حته الامن والامان، بيخافوا على الطلاب. طبعا انا متفق في حته الامن والامان يا جماعه، من كتر قلقهم على الطلاب بداوا يشغلوا جرس الحريق من غير ما يكون في حريق من اساسه، مما ادى الى حاله هلع شديده بين الطلاب. ماشي اظن نطلع على دلوقتي. نطلع على الاسبوع اللي فات حصل حاجه غريبه جدا في الجامعه. يوم الاربعاء كان حافل بالايفنتات، اس يو فرقه حسب الله ريد بول بريك دانس. بس حصلت حاجه غريبه جدا، جم شويه طلبه وقفوا لمسانده الطلاب المحكوم عليهم بخمس سنين، عبد الله الغندور وعبد الرحمن البغدادي. مشيوا من اول البلازا للستبس ورجعوا تاني للبلازا، ولاحظنا ان هم كانوا لابسين ماسكات. وواضح انه من احد رجال الامن قال لهم يعني حددهم يعني. وافاد الامن ان الناس اللي بتلبس ماسكات دي ممكن تكون بتشكل خطر على الطلاب. وللعلم والايضاح، دستور الجامعه ينص على حقوق الطلاب وواجباته، ومفيش حته في الدستور بتتكلم عن لبس الطلبه، يعني ما ينفعش حد يوقفك عشان انت لابس ايه، سواء بقى كانت نقاب سكيني ماسكات، مش المفروض ان في حد هيكلمك في حاجه زي كده. بس ده برضو بيرجعنا يا ابو سمير لسؤال او معادله الحريات والامن، ونحب نحن اداره البرنامج تقدير مجهود هؤلاء الشباب. المهم شفت الويلكم باكس؟ كان صراحه شكلها كول وستايلش قوي. انت خدت ويلكم باكس السنه دي؟ لا انا من الاقليات، انا بايولوجي ميجر، فيعني كنت من الاقليات، يعني لازم اتسحل عشان اخد ويلكم باك. بالنسبه للناس اللي ما خدتش ويلكم باك، كان عندكم حل من حلين. واحد ان انت تقف في طابور ساعة
فريشمان وانديكليرد وتستنى يعني اعداد لا تحصى من الناس. اثنين، ان انت تقعد تتفرج على العيال بتوع اكشواريال ساينس وهم واقفين اتنينات كده وعمالين يستلموا الشنط بتاعتهم. انت ليه بتبص؟ ابتسام اكشواري. ابتسمت. انت ليه ما جبتناش شنط؟ بتكلم ليه؟ انت ميكانيكال. الاس يو ضايع 65 شنطه من بتوع ميكانيكال. ونحب نحن اداره البرنامج سحب الثقه من نادين حسني وحسب الله كفراوي. حالا انا اطالب الكلام ده يحصل حالا. انتهت النشر، خدتكم بعافيه. ما تنساش اعمل لايك وسبسكرايب تحت وبس كده. شكرا. ابو سمين تقريبا الكهرباء قطعت تاني، بس انا عملت حساب المره دي. انا جبت الموبايل بتاعي عشان ينور شكلي باين. ايوه الجمهور شايفني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت لسه بتبتدي الحلقه، احنا خلصنا يا ما بسلم عليهم. ماشي. خلاص، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. سلام. سلام. شكرا. بس. خلاص وصل.